مرحبا شباب، صباح الخير. هاي ثاني يوم إني بالمدرسة، يعني أنا سافرت ورجعت. كان عندي شغل بابا، صار علي رات. هسا بيجي الباص بشوفه، يلا يوم علينا بابا جالبا ساكفا. أرشو هي أشوف كل من هناك. أجي الباص، صباحه. يلا بشوفكم المدرسة. وصلت المدرسة، طبعا مين استناني؟ اللي حلو عم ابو محمد حبيب قلبي. صباح العسل، صباح الورد، صباح النمر حبيب قلبي يا اخي. يلا قربت الامتحانات عشان تغششني. يعني لا بدي اياك عقد حالك. خلاص ابشر لعيونك حبيبي. بس غششني يعني شوي. سؤال سؤالين يعني خفيف. براني خفيف حبيبي، عشان يقبل صاحبه. لا لا عشان بحبك. كويس معني لوك عيسى الحقوني، حبيت اقسم بالله. صباح العسل. خلاص ماشي، عرفنا انا واختك يا زلمه. طيب يا زلمه طيب. شوف الحب، انا لازم اخذ منه بوسه. لازم هات بوسه يا زلمه عشان مش طويل. هات بوسه يقول لك. لا سهلة صباحا. طبعا بعد الدراسة لازم نريح شوي. هذا شغل المس هديل. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله. هسعى اخذ بشار انا واطلع اكمل دراستي. انا ناخذ هذا. يلا نشوفكم باي. طبعا كلهم نزلوا على الفرصة، انا ما بنزلوني فرصة لاني بعمل لهم عجكة. وقالوا لي مين بدك تخلي معاك؟ قلت لهم الحب حبيبي. انا ليش خليته معي؟ عشان يكتب لي، لاني تعبانة شوي حبيبي. عشان ايه خليته معي حبيبي؟ حبيب قلب. طبعا بالفرصة احنا هذول نازلين، ظليت انا وياه بالصف بس قاعدين منقش نصاحبي. هذا خطه مش مفهوم ابدا. فجبنا اللي ورانا، جبنا كل كتب الصف عشان نفهم. حتى خطه المشي شوفوا كيف كيف يا زلمه. تالي والله ماني عارف ولا اشي مفهوم يا زلمه. اه والله حبه القمح. اسمع شو Thank you.